أنا البطل. صباح الورد، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على 3W.الحياة.فم برنامج انا البطل. كالعادة كما تعودتوا به يجيكم كل نهار احد نفس الموعد، استضافة الابطال في مختلف الاختصاصات، مشاريع ابطال في المستقبل، شرط مواصلة الانضباط والعمل والجدية. ضيف اليوم مشروع بطل في المستقبل ورياضة الكيك بوكسينج محمد ذياتيس، باش نكتشفوا معاه الرياضة هذه من عدة جوانب وطموحاته في المستقبل. قبل هذا نرحب بك محمد ذيا، مرحبا بك. مرحبا بك سي عبد الله، شكرا على الاستضافة. اكيد محمد ذياتيس مشروع بطل في رياضة الكيك بوكسينج، اخترنا الرياضة هذه في برنامج انا البطل. في البداية محمد، شنو تقرا وين تقرا؟ نقرا ثمنة أساسي واحد بالمعهد النموذج الخاص بابن رشد. باه، الرياضة هذه الكيك بوكسينج وقتاش تغرمت بها الرياضة هذه؟ تغرمت بها أنا في سنة رابعة، دخلت كورة بعيدة عليا الكورة، قلت خل نبدل بحثين صالة، قعد حنين للرياضة، قلت خليني نبدل على أساس نترنى شهر شهرين ونبطل على معني على الجو. شوية تغرمت بها أكثر من الكورة كي شفت مسيبي لي الكمون كيفاش تلهي بينا وكل تغرمت بها. أنت في البداية شكون اللي غرمك بالرياضة وشجعك؟ ماما. هي شجعتك على الرياضة؟ كيفاش كانت التشجيع نتاعها؟ ديما تواكب فيه؟ ديما تقول لي هاي نمشي نحطك نقيدك في الصالة وكل شيء، ونهار من نهارات قلت لها هاي نمشي. أمك مغرومة بالرياضة؟ تتبع الرياضة؟ أي الرياضة نتاع اللي أنا صغير ديما نحط التازة وتفرج أنا وياه على رياضة الكيك بوكسين. أي شكون آخر في الدار مغروم بالرياضة هذه؟ باب. شجعك زيادة بقعد؟ شجعني ديما يبعنا نحن على الفيسبوك، ديما يبعث لي فيديوهات وكل. باهي، قداش عندك تترينا معناها؟ عندي 3 سنين. عندك 3 سنوات. باهي، قبل الرياضة كيك بوكسينج أكيد فما رياضة أخرى قلت لي كنت مغروم بها قبل وبدل؟ كنت مغروم بالكرة القدم. كرة القدم، فأنا عمر كنت مغروم بها كرة القدم. رابعة ابتدائي. هاي، والرياضة هذه مادام كيك بوكسينج المدرب متاعك كمون؟ كمون. شنو الحاجات الخصال في المدرب متاعك اللي خلاك تحب الرياضة هذه ويغرمك بها أكثر؟ مسيبي كمون معروف في تونس أحسن مدرب، وهو كي تبدا في الصالة ترينا عنده وكل يبدا يشجع فيك وكل معناها يتلهي بيك ويخليك تتغرم بصفة عليك. باه، تأقلمت فيسا مع أصحابك أول ما بديت معاهم؟ أي دخلت ناقم فعلا يخليوك يقولولك هيا يبدا يعلموا فيك وكل اللي تعلمته وكاو. شاركت في بطولات، حصلت على ميداليات؟ في 14 نوفمبر شاركت في دورة جبنيانة لكن مع الأسف خسرت. ميسج أكيد حصلت فما ميدالية برونزية وميدالية الأخرى ذهبي. ذهبي بي كبدايات حاجة باهية برشا في عمرك، أنت ميدالية برونزية وميدالية ذهبية، قداش من مشاركة عندك محمد؟ مشاركة بي تعتبر حاجة إيجابية، خذيت هكا جوائز؟ خذيت ميدالية ذهبية في وقتها، جبت معدل بها في سنة خامسة 17-29، عطاها لي مسيو بليال مسيو حمزة. تشجع ليك. باهي، قاعد توفق تو ما بين الدراسة والرياضة ولا؟ ايه قاعد نوفق. احكي لنا شوي كيفاش يعني تنظم في وقتك؟ ما هو كل حصة مسيو بليال قبل كي نكملوا نترانيو وكل معناها يوعينا وكل يقول لنا قرايتكم قبل الدراسة وكل، حتى في سومي بلوكي يقولنا اللي مثلا يبدا عنده ضغط تاع قرايه ولا حاجة ما يجيش ما يصيرش. وقد جبت معادل في السنة الثامنة؟ الثامنة 12. 12، شنو الحاجات المواد المغروم بها؟ مواد مدنية وعربية. المدنية قد جبت؟ 19 في المدني، وشنين المدى الأخرى؟ مدى عربي. قديه؟ 15.25. مغروم بالمطالعة محمد؟ ايه. شنو القصص هكا اللي طلع فيهم؟ آخر مرة شنين الحاجة اللي قريتها؟ حليم. باه، يعني قاعد موافق ما بين الدراسة وما بين القراية. باه، وقتش تتدربوا انتم؟ أيامات؟ نهار 3:30
نهار الخميس 6:30، نهار السبت 6:30، ونهار الاحد 6:30. يعني فماش اشكال يعني؟ لا فماش. باه، عندكش هكا طموح في المستقبل؟ عندكش هكا واحد يعجبك في رياضه الكيك بوكسينغ تحب تولي كيف؟ طموحي في في المستقبل هو نولي بطل عالمي ومشهور، وما عنديش شكون نغرم بيه. تحب ستيل نتاع محمد ذياتيس؟ ايه. شنو الخصال اللي ترى في روحك محمد؟ الخصال اللي نشوفه في روحي هو النجم نولي بطل عالم الكل، وهذا كله بثقتي في نفسي. باه، اكيد انه الرياضه هذه باش الناس اللي قاعده تتبع فينا وقاعدين يسمعوا فينا رياضه الكيك بوكسينغ، اكيد تشجع اصحابك باش يمارسوا الرياضه. نشجعهم اصحابي يمارسوا الرياضه هذه، خاطرها ممتعه جدا، وتخليك معناها في الشارع مثلا يعرضك واحد يتبولد عليك ولا حاجه تتجنبه وكل. واللي اللي تتدربوا عليه يعني في القاع، اسكو تطبقون انتم البرة في الشارع ولا؟ لا ما نطبقوش، ووصينا زاد مسيو كل وصينا يقولنا ما نطبقوهوش. باهي، حسب رايك انت الرياضه اللي تمارس فيها انت عندها جوانب ايجابيه اللي كنتي كشخصيه كشخص؟ عندها جوانب ايجابيه. شنو الفوائد نتاعها؟ الفوائد نتاعها تخليك ما تدخل حتى شيء، حتى ماكله معناها غير صحيه، غير صحيه لبدنك، وتخليك تدافع على نفسك. باهي، منظم في وقتك؟ منظم في النوم نتاعك؟ منظم في الماكله نتاعك؟ ايه منظم. وقتاش ترقد في الليل؟ 9:30. 9:30. باهي، واكيد انه عندها فوائد صحيه بالنسبه لك انت. فما حاجات باش تتبدل حتى في نوعيه التاقلم نتاعك مع اصحابك، المدرب نتاعك، حتى في البر زاد مع اصحابك في القرايه، صحيح ولا؟ اي بالطبيعه. شنو الحاجات اللي تنجم تتبدل؟ تخليك رزين، ما تبديش تفرفط وكل، تخليك رزين وعطي ثقتك بنفسك، وتندمج مع المجموعه وكل. تندمج مع المجموعه، والرياضه هذه تشكل خطر ولا؟ لا ما تشكلش خطر. شنو الحاجات اللي تستعملوها كي تبداو تلعب؟ معناها الحركات. يعني تلبسوا الواقي شنو؟ واقي الراس، وواقي الصدر، وواقي الرجلين، وواقي اليد. وواقي الفم. على قداش تدوم المقابله؟ المقابله تدور 5 دقائق. يعني جوله بركه ولا جولتين ولا ثلاث؟ ساعات زوز، ساعات ثلاث. علاش ساعات زوز مثال؟ ساعات زوز مثلا زوز يبداو مثلا واحد متهزم على الاخر فاتوا برشا نقاط، يقصهم جوله ثانيه، وكي يبداو زوز كيف كيف مع نفس النقاط يزيدوا جوله ثالث. جوله ثالث. باهي، تمشيو بالوزن. ايوا الوزن. انت شنو الوزن اللي لعبت فيه في البطوله؟ 63. 63 كيلو. يعني حتى المنافس نتاعك يكون في نفس الوزن نتاعك انت. ما اكبر مني في العمر. باهي، ما لقيتش صعوبات محمد انه في النزال نتاعك تصادف نفس الوزن لكن في العمر اكبر منك، وحتى من ناحيه الطول اطول منك؟ لقيت صعوبه وكل، لكن هو يلعب كم بالساقين وكل، تهزم عليه كم بالساقين. تلقى صعوبات؟ اي صعوبات. اكيد فما حاجات تعلمته من المدرب نتاعك، تكنيك خاصه في الدفاع وفي الهجوم، والاكثر اللي تستعملوا الدفاع وبعد تنطلقوا على في الهجوم. يتعلمك يقول لك تدافع على نفسك قبل الهجوم. وشني ابرز الحركات اللي تقوم بها خاصه في الكيك بوكسينغ باش العباد تعرف؟ فما جاب، فما كروس، فما هوك، فما لو كيك، فما فرونت كيك، فما كل حركه باش اللي كنت تنطق فيها اكيد عندها الحركه نتاعها، كل كلمه عندها الحركه نتاعها. اي باش تعاود تقول لنا الحركه يعني بالحركه باليدين وشنو تعني هذيك باش العباد تبدا تعرف شنو كيك بوكسينغ. جاب هي باليدين اليسار، باليدين اليسار تضرب اليسار. كيفاش اليسار؟ ركله مستقيم. وكروس هي باليدين اليمين. باليدين اليمين ركله مستقيم. وهوك هي ركله كيف نهك. وابركات هي هك. ولو كيك بالساقين اليمين في الفخذ تجي. ولو كيك والرنداو في الراس تجي لهنا والا تجي لهنا. واكيد فما بلايص نورمالمون قانونيا ممنوع انك انت تقوم بها ولا تضرب المنافس نتاعك. وين ديما ينبهوا عليكم؟ الظهر من هنا، والرقبه من هنا، وكهو.
والنقاط تاخذوا اكثر هي على المستوى الصدر او اللكمه على المستوى الوجه تاخذوا اكثر نقاط فيها؟ مثلا هو فما طبي فما رينج، في الطبي لازمك تضرب بالسياسه اما معناها تاخذ نقاط اكثر، وفي الرينج لازم ضربه اللي تضربها تعطيها حق معناها تضربها بالقوي. ابشر شوفوا بعض الصور اللي انت كنت يعني متواجد خاصه في البطوله الرينج، هذه هاي بعض الصور هذه يعني اللي تلبسوها خاصة على المستوى الساق ومستوى الرأس، وهذه بعض الصور. هذه وين هذه محمد؟ هذه في صالة قاعة حنين الرياض. هذه المدرب؟ هذه مدرب كوتش بلا كمو. وهذا زيت هذه كوتش حمزة المسيك. يعني ذوما الرينج اللي تتعمل وتلعب بي. اخر بطولة وقتاش لعبتها؟ 14 جانفي. فما بطولات جايه على قريب ان شاء الله؟ 14 نوفمبر. فما بطولات جايه على قريب ولا جايه برشا بطولات تشارك فيها اكيد بالطبيعه؟ في وزن قداش باش تشارك؟ انا كنت 63 نحاول نقص. فانا وزن تحب تلعب؟ نحاول نحب نلعب 54. 54 يعني حتى ال 54 المنافسين ما يكونوش يعني كما قلت انت على المستوى العمر اكبر او الطول اكثر. باه شنو تنصح اصحابك محمد اللي مازالوا مش مغرومين بالرياضه هذه؟ ننصح اصحابي باش يمارسوا الرياضه هذه خاطرها تعلمك تندمج مع المجموعه وما تخليكش منعزل وكل وتعلمك تدافع على نفسك. باه العائله نتاعك جيوا يتفرجوا على المقابلات نتاعك يراقبوك تجيك امك ابوك يشجعوك في المقابلات؟ اي يشجعوني. باه شنو الطرفه اللي صارت لك في بعض المقابلات ولا كي تبدا مع اصحاب ماش حاجه هك تتذكرها صارت لك؟ صارت لي صار لي برشا طرف في الصال. احكي لنا بعض الطرف. طرف في برشا حاجات ما تتذكرش. وفي الدار كي تروح بعد ما تلعب المقابله يعني ابوك وامك يقولوا لك علاش ما عملتش الحاجه هذه اش بك ماكش مركز؟ فما مره وصلت الدوره نتاع جبنيان هذايا نتفرج على الكومبا نتاعي ونبكي خاطر نعرف اللي انا كنت نجم نهزمه الخصم هذاك. يعني ديما حتى كي تلعب مع المنافس من بعد ديما تتروح للدار تبدا تراجع في روحك شي حاجات باه اكيد انت نهار اخر عندك طموح يعني شنو تحب تطلع ساعه في القرايه نتاعك؟ نحب نطلع استاذ نتاع سبور وبطلع عالمي. باه مدرب نتاع كيك بوكسين. باه لو انه يجيك شخص يقول لك انت تنجح في رياضه الكاراتيه هاي تمشي الكاراتيه، تمشي الكاراتيه ولا تبقى في رياضه الكيك بوكسين؟ كيك بوكسين ما نبدلهاش. تبدلش تغرمت بها؟ تغرمت بها صحيح. شنو الحاجه اللي خليتك الرياضه هذه تحبها برشا وتقعد فيها؟ كنت اول ما دخلت كي شفت مسي بيليا وكل مسي حمزه كيفاش معناها كيفاش يعملوا فينا في الصاله وكل يشجعوا فينا ولقيت فيها روحي الرياضه هذه قلت ما عادش نجم بطل صحيح تغرمت بها. واكيد شنو هي الشروط نتاع نجاح اللاعب باش يوصل بعيد؟ شروط لازم تحط في قلبك وما معناها ما تحلمش لخاطر كل شيء تنجم تعمل. والانضباط وشنو اخر؟ الانضباط والعمل والجديه هذا الكل شرط باش اللاعب يعني ينجح. قداش عمرك انت توا؟ 13 يعني مازال برشا قدامك اكيد لازمك تكون مواظب على التدريبات نتاعك كذلك زاد القرايه ديما من الاولويات بل الرياضه. شنو الحاجات اللي تنجم خلينا نقولوا انت تو قاعد تلعب في رياضه الكيك بوكسينج باه وعندك تظاهرات ولا بطولات مش تشارك فيها باه تمنيت انت تشارك حتى في تظاهرات خارج تونس؟ نتمنى مش تمنيت. وانتم عندكم في البرنامج هكا تظاهرات باش تشاركوا فيها لبرا؟ لا بالك شي المدرب نتاعكم عنده برامج وعندكم ينجم يطلع عنده برامج وكل ما ما نعرفش. باهي تتمنى انت محمد نهار تكون في المنتخب الوطني التونسي الكيك بوكسينج؟ امنيتي. اي وهذا شرط شنو محمد؟ العمل والنظام وتحط في قلبك. تو انت عباره تمارس في الرياضه نتاعك الجمعيه هذيا اكيد فما حاجات حتى على المستوى الفكر نتاعك على المستوى البدني
تغيرت أكثر صح ولا لا؟ تغيرت، وليت نرقد بكري، وليت ناكل الحاجة اللي تنفع بدني. حتى كان يجيني واحد أصحابي يبدأوا يتكيفوا ولا حاجة ما نتبعهمش. باه. في الختام محمد، علاش كنت تحب تسلم؟ نحب نقدم تحية كبيرة لأمي وبابا، خاطر هما اللي شجعوني، وكوتش بلال كمون، وحمزة اللي مساكني، وحمزة بوشربي. وحمزة بوشربي، شكرا لك محمد ضياء، كان معنا في برنامج أنا البطل لاعب في الكيك بوكسينج. شكر خاص لأيمن ليغا في الإخراج التقني، سيف بولعريس في الديجيتال، كان معكم كوتي ميكرو عبد الله الحطاب. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة FM، ما تبدلوش الموجة. أنا البطل.